السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، اللهم أمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. مشكور الأخ عز الدين من تونس لمشاركته معانا للفيديو ده. طبعا الله يبارك في الجميع. الأخ عز الدين ما شاء الله ربما يكون عنده نشاط، وبالتالي طلع كادر أو برواز من داخل الخلية، نقدر نقول زي ما احنا شايفين في الفيديو عبارة عن حضنة ذكور. طبعا هو شارك معايا الفيديو، عاوز أقول بعض النصائح في الأمر ده. أولا، فيه البعض ربما يكون مع أوقات النشاط بيضع براويز أو كادر من أجل مكافحة الفروة بالطريقة الميكانيكية، إن النحل أو الملكة تضع بيض ينتج عنه ذكور، ومن ثم الذكور دي تشيل أكبر قدر من الفروة. هل الطريقة دي عملية؟ مش هقول عملية، ولكن نقول جزء من الوقاية. تمام؟ طيب دلوقتي الأخ عز الدين زي ما احنا شايفين بيخرب حضنة الذكور، مش عارف هل هو عنده اعتقاد يرجع الكادر مرة تانية للخلية أو ما شابه ذلك، ولكن أنا أرى في حالة إن كان البرواز مصيدة خلاص النحال بيتخلص منه. لما يكون برواز أو كادر زي اللي قدامنا ده كله حضنة ذكور، خلاص النحال بيتخلص منه بعد الحضنة الذكور ما تكون مغلقة، من ثم بيتخلص منه بيستعوض ربنا في الكادر أو البرواز. لسبب، أنت لما هتيجي تنزل البرواز مرة تانية للخلية بعد ما تنظف حضنة الذكور دي وتنزله الخلية مرة تانية، مجهود كبير على النحل، تمام، وعملية البناء برضو مجهود كبير. خلاص انت شلت الكادر، النحل هيتخلص منه. انا ارى ان هو خطأ من النحال يرجع الكادر مرة تانية للخلية. طبعا الكلام ده حتى لو مع اوقات النشاط. النهاردة كام؟ النهاردة ربما يكون تاريخ 10 من شهر يناير 2025. في البعض زي ما احنا قلنا عندهم نشاط، وفي البعض ما عندهمش نشاط، تمام. ولكن انت كبداية نشاط عندك في النحل، مجهود على النحل انك انت ترجع الكادر مرة تاني، تمام. فأتمنى الجزئية دي توصل للنحال. الأمر بس اللي عاوز أشير ليه، وهو لو النحال عنده الأجواء معتدلة كافح بالفورميك، فورميك أسيد عنده القدرة يخترق العين الثلاثية ويقوم بعملية مكافحة الفروة داخل العين الثلاثية نفسها، وعنده القدرة يكافح الفروة في الحلقات البطنية اللي على النحلة نفسها، تمام. بس درجة الحرارة اللي النحال يكافح فيها بالفورميك تكون عند درجة حرارة من 20 درجة إلى أعلى، 20 22 25 27، ممتاز. 18 17 15 درجة منخفضة ما يكافحش، تمام. نتمنى الأمر ده النحال يأخذه بعين الاعتبار، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الفورميك تركيزه ما بين 60 إلى 65%، والتجربة على خلية واحدة فقط من أجل أن أنا كنحال أكون مطمئن، والفورميك التركيز اللي هو يكون ما بين 60 إلى 65 يكون آمن على الملكات، تمام. ده أمر لابد نشير ليه، تمام. طبعا نقدر نقول بعد الأخ عز الدين بيقوم بيه الوقت حاليا، هو ممكن يكون الهدف منه بس ان هو مثلا بيوريه لي كمية حضنة الذكور اللي فيها فروة، تمام. انما رجوع الكادر مرة تانية للخلية زي ما احنا قلنا مجهود على النحل، تمام. امر بس اشير ليه، وهو هل لما النحل يكون عنده نشاط بالشكل اللي عند زي اللي عند الاخ عز الدين كده، والنحل باني كوادر او نص برواز او ربع برواز من حضنة الذكور، هل النحل في اللحظة دي يقدر يقوم بتربية ملكات، ومن ثم بعد ما يربي الملكات دي يجهز للتقسيمات؟ نعم، لان شروط التقسيمات الله يبارك في الاصدقاء هي ايه؟ اجواء معتدلة، حضنة ذكور زي اللي احنا شايفينها دي، نشاط او توسع في النحل، دي كلها شروط تقسيمات. اجواء معتدلة، كل ده توفر عندك خلاص، بتعتمد بعد كده طالما الامور دي متاحة عندك بتعتمد وتبتدي تربي ملكات وتقسم، تمام. انما واحد عنده بعض الامور متاحة والبعض الاخر مش متاح، بالخصوص الذكور، لو ما عندكش ذكور في الخلايا مينفعش تقسم، العذارة مش هتتلقح، خلايا تخش عندك في تكذيب، تمام. طبعا الاخ عبد السلام ربما يكون بينظف البرواز او بيغسله بالمية زي ما احنا شايفين،
من أجل إخراج اليرقاب منه، ولكن زي ما أنا قلت نقدر نقول مجهود حتى النحال في الكادر كتير، مجهود النحال في الكادر كتير، والكادر نقدر نقول اتدمر، وعملية ترميمه مرة تانية من النحل وإعادة بنائه أنا أرى إن هو نقدر نقول مجهود كبير على النحل، بالخصوص اللي لسه خارج من التشتيت. ما ننساش أمر آخر، النحل علشان يبتدي يرمم البرواز ده ويخرج بقية اليرقات الذكور اللي في الداخل وإلقائها خارج الخلية شغلة كتيرة كبيرة قوي، تمام؟ فما نحاولش نجهد نفسنا. نصيحة، مش عاوز حد يوسع لي النحل أو يوسع لي الخلايا في، نقدر نقول في حالة عدم اعتدال الأجواء. حالة عدم اعتدال الأجواء ووسعت للنحل، النحل عندك بعد ما انت وسعت له الله يبارك في الأصدقاء، نقدر نقول الحضن عندك هتعمل فيه براويز كتير بشكل عشوائي، من ثم هيكون فيه زركشة في موضوع الحضنة، تمام؟ غير لما يكون نحلك مضغوط. وده شاهدنا أتوقع في أخ من الجزائر كان شارك فيديو معانا تقريبا من يومين أو ثلاث أيام شاركناه على القناة، إن هو وسع للخلية ومن ثم الملكة ابتدت تضع في كل كادر جزء أو رقعة من الحضنة المغلقة. فلا، اضغط خليتك، ما تزودش، خليها 6 براويز خليها 6 بس، خليها 7 براويز خليها 7 بس. أول ما الأجواء تعتدل وتوصل عندك 25 درجة والنحل ينشط على مرعى حبوب لقاح، صدقني النحل هيطلب منك برواز واثنين وثلاثة تضيفهم له. أفضل ما أنت تضيف براويز ويكون عندك موجة برد. الله يبارك في الأصدقاء، أنا في أحد الأصدقاء من شمال المملكة العربية السعودية كان بيتواصل معايا تقريبا من 3 أيام في موجة نقدر نقول برد أو موجة منخفض جوي موجود في القصيم وما حولها، تمام؟ كان بيقول إن النحل عنده ما عندوش القدرة يخرج للسروح، تمام؟ ده خطأ لسبب واحد، لو ما فيش مخزون من العسل داخل الخلايا أو كندي عجينة سكرية داخل الخلايا، وجه المنخفض البرد ده أو منخفض الجو ده عنده القدرة يخلي النحل يموت من الجوع داخل الخلية، تمام؟ فده اللي احنا بنتكلم فيه، النحال لازم يكون في الشتاء على الأقل في مخزون عسل جوه، سواء كادر أو 2 أو 3 حسب كثافة الخلية، أو يعطي البديل اللي هو العجينة السكرية. خلاف ذلك انت بتعرض خليتك صدقا لأي منخفض جوي يحدث مشكلة، أي منخفض جوي يحدث موت للنحل، ويكون الموت بكميات كبيرة داخل العين السداسية، سواء حضنة أو سواء النحل الكبير اللي موجود داخل الخلية، لازم ده كله نأخذه بعين الاعتبار، تمام؟ فنتمنى من الأصدقاء نأخذ الكلام ده بعين الاعتبار كله. طبعا كمية الحضن اللي قدامنا كمية كبيرة، وزي ما احنا شايفين ربما يكون في جزء كبير من حضن الذكور دي فيها فروة، تمام؟ ما نستغربش حتة ان النحل او الملكة تضع كادر بالكامل ذكور، لا نعم موجود في الاماكن اللي اجواءها معتدلة وفيه النشاط عندهم في بعض الاماكن في توسع في الحضن، وبالتالي توسع في الحضن بيكون في كميات حضن الذكور استعدادا نقدر نقول لعمليات تطريد. مش شرط يكون التطريد حاليا دلوقتي، ممكن مع بداية فبراير مع بعض الاماكن المعتدلة، بعض الاماكن اللي على الساحل بيختلف، الوطن العربي ما شاء الله كبير، بيختلف من بلد لبلد ومن منطقة الى منطقة، حتى داخل الدولة نفسها. على سبيل المثال جمهورية مصر العربية، منطقة وجه بحري تختلف كليا عن منطقة جنوب مصر او صعيد مصر. صعيد مصر اجواء معتدلة، اجواء دافئة، عكس وجه بحري اجواء برد. كل منطقة في الدول العربية عامة تختلف، تمام؟ اتمنى الله يبارك في الاصدقاء جميعا نأخذ النصيحة دي بعين الاعتبار، ومشكورين شكرا جزيلا.